محطتنا الأولى يا سالي بعالم الطفولة، رح نستعرض مجموعة من التقنيات يلي بتندرج تحت عنوان صعوبات التعلم، ونتعرف على عملية التشخيص والاختبارات ودورها في العلاج، وكيف تتم عملية التقييم مع الاستشارية التربوية والنفسية ميسام حسري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك ميسام، دائما لنا وقفات لهالمواضيع الحساسة والمهمة يلي بتلامس حياتنا وحياة كتار من الأمهات والأهالي. يعني بداية خلينا نحكي عن موضوع التشخيص، يعني دائما الأم أحيانا بتعرفي ما رح دغري تستكشف ابنها لبعض، يصير بعض حركات معينة، يصير بعض مواقف معينة، ولكن خلينا نحكي عن التشخيص وأهمية التشخيص. أكيد نحن بنعرف إنه التشخيص هو أكثر عملية حساسة بالنسبة لأي طفل، سواء كان هو طفل طبيعي أو كان طفل عنده أي نوع من الاضطرابات، لأنه هو اللي بده يسمح لنا نحن نحدد نقطة الضعف ونقطة القوة ونمشي على أساسها. كثير بنسمع إنه بيجينا على المراكز، سواء كان مركز ملائكة الجنة بدمشق أو بيسام بالقامشلي، كثير بيجينا أحياناً تشخيص بتكون ظالمة للطفل وهو بيكون في عنده مشكلة تانية تماما، وكتير بالتالي يعني بيجينا انه لا طفلي عنده مشكلة نطق وبيطلع في عنده مشكلة اضطراب او تواصل. صحيح. فنحن كتير بدنا نكون دقيقين. عملية التشخيص هي من اكثر العمليات الحساسة. عملية التشخيص ما بصير تكون عملية، اغلب الاشخاص اللي عم يعملوا تشخيص عم يعملوه عن طريق ثواني او دقائق بفوت عند الاستشاري. بتكفي ميسم؟ اكيد لا. اكيد لا. التشخيص الحقيقي او خلينا نقول التشخيص الصحيح اللي ممكن يكون هو عباره عن 3 ايام، اقل شيء من 3 ايام لاسبوع بتم مراقبه الطفل، لانه من الطبيعي حتى نحن الكبار لما نفوت على مكان غريب ممكن يطلع عنا سلوك غريب، يمكن ما نكون مثلا مرتاحين للمكان، ممكن نكون عم نستكشف المكان، ممكن طاقه المكان ما تكون مناسبتنا، فكتير لازم نعطيه وقته لحتى يكتشف هذا المكان، يحاول نكون قريبين منه اكثر، نكسر الجليد بيننا وبينه ليطلع السلوك الصحيح، من وقتها بيصير في عملية تشخيص صحيحة. خلينا نحكي ميسم على أدوات تشخيص صعوبة التعلم، شو هي المراحل اللي بتمشوا فيها لحد ما يعني تكونوا متأكدين إنه هذا الطفل عم بيعاني من هاي المشكلة على الأكيد يعني؟ تماما. كثير عنا نحن بنعرف مثل ما التوحد هو عبارة عن كثير أنواع، أيضا نحن عنا صعوبات تعلم في عنا كثير أنواع. كثير احيانا بيقولوا لنا شو الفرق، يعني نحن شو بيفرق هو صعوبه التعلم؟ لان كثير بيفرق. صعوبه التعلم النمائيه هي بتحتاج على طول نظام غذائي، يعني بتحتاج انه نحن نعدل بين منطقه بروكا اللي هي مسؤوله عن استقبال المعلومات ومنطقه فرينكي اللي هي بدها تخرجهم. ايه بتكون التاخير هو نفس التاخير بالمعالجه، ولكن هون بيكون في عنا نحن سيالات عصبيه او خلينا نقول خلايا عصبيه نوعا ما نايمة، فبدنا نحاول نفيقها. تماما مثل احيانا نحن وقت بنقول انه نحن اخذنا كمية كافيين كتير كبيرة فجينا مصحصحين، بدينا نهارنا بنشاط، بدينا بطاقة حلوة. نفس الشيء بالنسبة لصعوبات التعلم، هن بحاجة لهي الطاقة او لهذا المكون الغذائي ليعطي الطاقة اكبر. اما صعوبات التعلم الاكاديمي بيكون في عندهم مشكله بمعالجه، اما بتكون بالحساب او بالقراءه او الى اخره. نعم. بحب نوه هون للشيء انه لا يعالج طفل صعوبات التعلم اللي من نوع نمائي بنفس الطريقه التي يعالج فيها او بنفس الخطط اللي يعالج فيها طفل صعوبات التعلم الاكاديمي، خططه مختلفه تماما. لانه لاحظت باخر فتره فوت على اي مركز بلاحظ انه الخطط العلاجيه لاطفال التوحد أو لأطفال صعوبات التعلم هي كلها بتشبه بعضها بالتدرج، هو حتى كل نوع توحد عنا بيحتاج خطة علاجية مختلفة عن الخطة العلاجية، بتكون فردية تماماً. نعم، يعني ميسم يمكن حكيتي نقاط مهمة ونوهتي عليها، دائما التفاصيل هي بتلعب دور بأي قصة، يمكن أحيانا ما بينتبهوا الأهالي للتفاصيل، ولكن هدول التفاصيل هي ممكن تساعدهم ببداية التشخيص، يعني دائما بيقولوا علاج أي شيء ببدايته أحسن ما يكون متطور. خلينا نحكي عن التدريب، يعني نحن شخصنا الموضوع وبلشنا نحن بالتدريب والعلاج، وشو بيفرق التدريب عن العلاج؟ كثير بصير التباس بهذا الموضوع تحديدا انه هذا مركز تدريب بينما هذا مركز علاج. صحيح. يختلف التدريب عن العلاج تماما. لما بنكون نحن عم نعالج
موضوع معين او بنكون عم نعالج اضطراب معين، فمعناها نحن بدنا ندخل فيه بيولوجيا وفيزيولوجيا، يعني من الناحيه الجسديه اللي هو هرمونات الجسم، استقبال الخلايا العصبيه، وبدنا ايضا نشتغل على الشيء التدريبي. فالعلاج عندنا شقين، العلاج اللي بيكون هو فيزيولوجي بيولوجي، والحالات اللي ممكن تحتاج فقط تدريب. كثير بيقولوا لنا انه حتى بمشاكل النطق والتخاطب، انه طيب ايمتى بنحتاج تدريب وايمتى بنحتاج؟ على طول نحن بنقول في عندنا مشاكل اوليه اللي ممكن تحتاج عمليات جراحيه مثل شق شراع الحنك، مثل شفه الارنب، مثل هي المشاكل. انا ما فيني اعمل تدخل او ما فيني اعمل تدريب اذا ما كنت تماما متبعه عمليه جراحيه تاهلني اني اشتغل. فنحن هون صار مختلف عنا الموضوع. ايضا بصعوبات التعلم نفس الشيء، انا وقت بدي فوت على عمليه تدريب بدي يكون بالاول عاطيه فائده بيولوجيه تساعد هذا الجسم او تساعد هذا المثير على الامتصاص. نعم تمام. هي المشكله اللي نحن بنوقع تحتها. العلاج برجع بوضح، العلاج نحن بنكون متدخلين فيه بنظام غذائي زائد مهارات تدريبيه. اما لما بنكون نحن عم نشتغل فقط تدريب فنحن بنشتغله للمشاكل اللي بتكون هي فقط عنا نقاط ضعف بهي المشاكل، بينما ما بتكون اضطرابات تواصل. اكيد ميسم، خلينا نحكي عن الانشطه اللي بتساعد الام بالمنزل تتواصل مع طفلها اكيد بالطريقه الصح، شو برايك؟ هلا انا على طول بقول انه نحن عاطفنا احيانا بتغلبنا، نحن الامهات على طول عاطفنا بتغلبنا. بنحاول على طول نكون هذا الشخص الحامي، بنحاول نكون هذا القفص الذهبي اللي بنحمل فيه اطفال، نحمي فيه اطفالنا. بس لا، الطفل من حقه يطلع ومن حقه يكتشف، من حقه يوقع. يعني كثير مثلا انه بمجرد وقع الطفل لا ما بيصير. نحن حاولنا بهي السنه ان شاء الله كل عام وانتم بخير 2021 نعمل شيء مختلف بجميع افرع مراكزنا. شكر كثير كبير لاداره مركز ملائكه الجنه الانسه ريم عواد تمارا عماد، وشكر كبير لادارتنا البعيده الانسه دعاء عماد، وشكر لاداره ايضا مراكز القامشلي اللي هو الاستاذ ماهر الجلعو، له كل الشكر. حاولنا نوحد النشاط بانه يكون هو نشاط دمج، يعني نحن الشيء اللي محرومين منه اطفالنا اللي هن الاطفال الطبيعيين ممكن ياخذوه بكل سهوله، اللي هو انه بابا نويل يجي لعنا على البيت. تمام. فنحن حاولنا كل شهر عيد الميلاد نقول لهم مين هو بابا نويل حتى ما يخافوا منه او يستهجنوا. صحيح. فلقينا حالنا لما فتلنا بشوارع الشام ورحنا على بيت الاطفال بيت بيت وكنا عم ندق الباب، فعلا فوجئنا انه كانت العمليه هي عيديه للاطفال، بنفس الوقت كنا عم نشخص كيف ممكن يكون سلوك الام او رده فعلهم. صحيح. يعني كان في عنا هدف مباشر مثل ما بقولوا وهدف غير مباشر. الهدف الغير مباشر انه انا بدي اشوف هي الام قديش قادره انه تعطي الحريه لطفله انه يكتشف الاشياء الغريبه. نعم. فكان الاغلب من الامهات هو حاضن طفله بهي الطريقه، انه لا تخاف لا تخاف، اوكي اعطيه الشعور والطاقه الحلوه بانه انت ماني خايفه حتى يمتص الطفل. فهذا اكثر السلوكيات اللي انا بعتبر انه لازم بعد عنها خوف الام. تماما. يعني ميسم، يمكن نقطة كتير مهمة ذكرتيها هي مراقبة سلوك الأم مع طفلة أيضا بالبيت، يعني نحن من خلال هالأنشطة قديش لازم أيضا أنه نساعد الأم بتحفيز أو بالتواصل مع ابنها. مثلا مثل ما قلتي ما في داعي تحضنه تتركه هو على راحته يعبر، إذا خاف لحاله هو بيركض لعنده على فكرة بدون ما أنه هي تحضنه. فقديش مهم أيضا أنه نحن الأم نساعدها بطريقة التواصل، يعني بيكون ما عندها خبرة أو ما أحيانا قد ما كان ما رح تعرف مثل لحدا اختصاصي. تماما. نحن لهذا السبب عملنا بكل مراكزنا شيء اسمه جلسات فردية للأم والطفل. يعني بهي الجلسة بيقوم الطفل بجلسة موجود فيها أمه. أولا هو بيكسر جليد، لأن نحن أغلب الأطفال بيستجيبوا للمدربات وما بيستجيبوا للأمهات في البيت. وعطول أنا بقول أنا ما بيهمني الطفل يكون ملاك عنا بالمركز ما تقدر أمه تتواصل معه، فعملنا هي الأنشطة مشان هذا السبب. تعمدنا فيها أيضا مراقبة سلوك الأم بشكل غير مباشر، لأنه الأم قدامنا ممكن أنا كأم يعني ممكن كتير أدرس تصرفاتي حس حالي مراقبة، أما لما بيكون عنا هذا النشاط نحن فجأة بندق باب البيت، ف
فجأة بدنا نجي نزورك، فجأة بدنا نشوف كيف ابنك عم تاخذيه من الاوتوكار. يمكن تكون الطريقة أسهل بالنسبة لنا لأن احنا عم نقيم السلوك الحقيقي لإلها. نعم. طبعا الهدف الأساسي من هذا الشيء إنه أنا ساعدة. تمام. يعني لأنه ممكن حتى الأم اتجاه الأم تكون خبرتها بمكان معين تلفت انتباه، يعني أنا مثلا ممكن أقول إنه أنا جربت مع ابني كذا طلع بينفع أكثر من كذا، ممكن تفيده أكثر من مدربة تبعيت ابنه، لأنه أحيانا الخبرة أو الحياة العملية اللي بتكون أهم بكثير. لهيك محضرين حاليا لورشة تكون هي ورشة عمل لجميع الأمهات، رح تكون عامة طبعا، رح ندعي عليها الكل، تكون ورشة عمل للتوحد، ورشة عمل للصعوبات، ورشة عمل للنطق والتخاطب. ميسم مثل ما حكيتي بتراقبوا سلوك الأمهات، طيب السلوك اللي ما عجبكم ميسم كيف أنتم ممكن تتصرفوا مع الأم ومع الطفل؟ كيف ممكن أنتم مثلا تنصحوها ولا مرة تانية حتشوفوها ولا شو طريقة تعاملكم مع الطفل؟ خلينا نحكي، كثير بنسمع من أسباب صعوبات التعلم سوء التغذية، يعني اللي عنده نقص باليود، اللي عنده نقص بالزنك أو حتى بالمي كمان بيصير عنده صعوبات تعلم. خلينا نحكي عن سوء التغذية وكيف تتعاملوا مع الأم اللي ما عرفت تتصرف مع ابنها بالطريقة الصح. تماما، انا كثير بنوه على شغله انه بيقولوا لنا شو علاقه الفيتامينات اللي بتاخذها الام بالاضطراب اللي بتصير عند الطفل، وحاكين قبل كثير بهذا الموضوع. نحن في عندنا شيء اسمه معادن ثقيله بالجسم، هي المعادن الثقيله كثير ممكن تتاثر فيها المراه الحامل. يعني نحن بنلاحظ انه بتروح امراه حامل عند الدكتوره بتعطيها سين من الاسئله مثلا، واوكي بتعطيها شويه ادويه اللي هي عباره عن فيتامينات أو بتكون مكملات غذائية. هذا الشيء جدا خطير، لازم يكون مدروس قديش الأم عندها حديد بالجسم، قديش الزنك عندها مرتفع، قديش كلسة، لأنه نحن إذا أعطيناها معادن ثقيلة أعلى ممكن هذا يعمل نقص أكسجين عند الجنين. نفس الشيء وقت اللي بيكون الطفل خلق، كثير نحن بنلعب على وتر إنه نسحب المعادن الثقيلة من الجسم وقت اللي بده يكون في عنا عمليات خلينا نقول اكتساب، لأنه المعادن الثقيلة كثير خلينا نقول بتثبت العملية. نعم. العصبية أو بتثبت عملية الاجتهاد العصبي اللي بتصير، فبنشتغل عليه عن طريق نظام غذائي. بيقولوا لك إنه الدكتور عطاني مثلا ديباكين، الديباكين هو عبارة عن مهدئ. نعم. مثل حبة البروفين تماما لما بتاخديها إذا درسك عم يوجعك، هو سكن الوجع ولكن هو ما عالجه. ولكن النظام الغذائي ممكن يعالج الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه. نعم. وما فقط يوقفه. ميسم، يعني تفاصيل كثير مهمه اليوم سلطنا الضوء عليها، ودائما انت ضيفتنا الدائمه وحيكون لنا وقفات ثانيه بتفاصيل ثانيه. شكرا كثير لوجودك معنا ميسم، موفقين يعني بكل خطوه بتعملوها، واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، وان شاء الله هيك بتضل ايامكم فرح وسعاده وتوفيق. شكرا لك ميسم، اكيد بنشوفك بحلقات قادمه، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا.